soo biya aynu la galno oo ay dikadeena isticmaalaan ama aday tan ay ku yaraato in mid kale maadareetay in la wada maal gashado oo si fashar iyo maadareeto sidii DP wall wali ba sidii DP wall baan isticmaalay loo galo qasi waan ogolahay ilaa maanta meel ka noqday ma jirto hadalkaygii ma kana markii dhawto loo sheegay laakiin hawshaasi waxaan aaminsanahay inay dhaqaale kaliya ay ku koobnaato waxaan diidanayna waa base military aan dehadii maanta dhan Soomaaliya la caayo halkan deey la miiso deebe la yiraahdaan waxa loo xasoo kordhisaa ma jirto assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanada waan u mahadnaqayaa inay halkan inoogu yimaadeen Nasir Isihaam iyo Chronicle waan mahadsantihiin su'aashaydu waxa weeye Tetis Kamba toos waxay u socotaa xildhibaan Maxamed Abiib mudane xildhibaan anigoo aad iyo aad ku ixtiraamaya markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu sheegay in uu badda cas uga baahayay meel uu ka galo baarlamaankiisa hortiisa ka hor sheegay adigu shir jiraayd bal qabatay waxa tiri waxaan soo dhaweynayaa in Itoobiya ay maal gashato magaalada Saylac oo ay dikad ka dhisato isla iyo imika iyo shalay iyo maalmo dhaweydna waxa aad leedahay waan ka soo horjeedaa in Itoobiya ay kareysato meel ka mid ah badda Soomaaliland imikana waa adigan sheedaya waaniga haddana waa adigan ku celiyay marka bal waxaad noo sheegtaa markii aad shalay lahayd Saylac in la siiyo waa sax ah maal gashato iyo imika ka soo horjeedistaan aad ka soo horjeedista maadaama xukuumaddu tii 20 km baan ku kireynaynaa oo jiraaf kaga bedelaynaynaa markay baad saxsan tahay markay baad qaldan tahay waad mahadsan tahay salaam aleykum Cabdirahaan ku soco su'aal haddii haysid ماي سؤال بان هيا أنا جو واحد جورناليست إثيوبيانا أو مدح بنام با أرنتن إم أو يو قد بدي سارتين وحويلي ولما نقرأ كي سي تويتر كهال كان صار صار مرد ويد وحويلي إم أو يو جوانا كي أنا ستيجو نو واحد كنت على لين على الصومال لو مدح وين على الصومال ولما سدوا حشيش كودينا ولما يسوي شيء عقاسي إن محاهي بكرة اللي جهل يلي بيس كله بيس كده إن محاهي كرنا عيد هاي إن محاهي نيفل بيس نايت هاي إنه كوميرشال هاي إنه كوميرشال كنا غنوا يسمى محاهي دي بكدام على ده أي بربرة طبعا from 10% إلا أنت كروك هاي صار 30% ملاعب في عارس ولا شيء وده يو إن 19% لسكوبر إيش سنة يو شرك سو هو كعضو دار الشركة إثيوبيان إيرلاين بو يسوق دي دناينا محاي نقول عن كبد لنا الشركة بربرة مركا أنا جو حن ودينا حلا ولا من حلا بان أبي بي شو عشيد وكل ساعتها إن ما واحد دي دنت هاي مدح وينه هو إن مركي وشاجة هشيس كان نيفل بيس وعي ما تحس دي دنت هاي مس واحد دي لا ده هاي بعدين مشر تواي ده عدين تي يوحي ومدح وينه يروح حتى إندبندنت جورناليست باي مكبرة فاجرين يقول ده مدح وينه قوم بوارين تنكر شاجة مركا أدوم ما واحد دي دنت هاي هشيس especially the naval base part مس واحد لا ده هاي إلا يمك يضو واحد دنا عدين تي مشر تو ده بحشو كلير تهاي أي لا ده هاي عدين مشر تو ده بحشو كلير ما تازن كذا بحياة السلام عليكم حلبان أبي بديمك هذه كسورة تي سدح سؤالد باتري سدح سؤالد بدو جهر السي حسنت ده هيد سيل عشلو على هيد وسلو وننا إن يتوبك هو وين ماذا مركب دي توبي وادن درس جاجو حقوين طلبنا حوي سؤال شخص لقودي شديد أوكودي أو يسؤال شنبي عبد الرحمن مركب حتى كلا ده سؤال عن لقودي هذا أقولك شرف ترى سؤال يويدية، خبتي لسؤال مهم يويدية، مجيء إمار كيو ما درتي، قفكي هو ريس سؤال يويدية، ما مجلسي؟ شرديت. قولنا حسوي سؤال كنا لو شرتي أحلى. أبيبو سؤال استدحنا حسوي عيد سوماليا مركز لجائر أحلى أو برلمان كديات بيكون صعب بس برلمان بتاعي. أري كان شيء جش شيء دنيا نين الشيء تان قرن مديني بيكسر شيء ده قال بقاعدين مركا وحيد ما حد وقدر جيسا وحودا إن لا يسكت دافوا على هذا ميان ما حد ستوصل وعدك وجهل لله ذي كان واد مسيين أن شديد برجو رسين يا حيو كل دوين هذا الكاجي هوري كان هذا وما في ليه أيضا هذا أو عن بكي دوين هذي يو مالنتي حير كان دورشوي قال له سعني كلا وخلدو مان تانا وقاعد ليه واشيغي ورياك اللي ويويتيين خورتما كورا واسحيا يعنيقو ان انترشيد جاريت قبطي او انيقو آن لايمي اركي تو بيريس الوشارة كمانان حدل لاجين ورياك ميدا ورياش هرقيسا يويتيي ان كوبان بانان كهد ليه واني دي ور اتو بيا غنع السيقا وحيكو سابسن او احا
هلوس يمدرتي هشيسكي وحنغو انكل انكاني وصمنا ما هي نوحوا هشيسكي بربريدي بول نوكتيرو نتي بسد بلاين ارين كان عسيبو كوساب سنا او اينو بقول يوكتك مليون ايتوبيا كفايديسنو اوينو ارين دقاله ايتوبيا اينو لاغلنو او اي دكدين استعمالان اما داي ان تن اي 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 كو يراتو ان ميد كلا مادرتي ان لو ودا مال قشدو او سي بشر اي مادرتو سي دي بي وول ولي بس دي دي بول بان استعمالي لو قلو قاسي وانا قول هاي لا مانتر ميلا كنوقدي ما جيرتو حدلكي ما كان مركي دوتو لو ما شيغي لكن لا بشي بان ديدنيا دا ميد وا بيسك ميلتري وي او سبب بيس ميلتري ايتوبيا هدي نغا ديغنيسو جبوتي بي كا ديغتا دكت بي كولاد بقول كي بشر يا سغاش بي كلا دكتا علامته او بارت بيس نو كمال سيدا درتيدو حنامسنا ان بيس كاسي انو قوانين ميشا ان دولت بان نهي عيدان بان لينهي هدي اي غناسي اي دكدا مال قشانيسو اي لوغا بيخي كيرين او كو فيلان بان لينهي hawshaasi waxaan aaminsanahay inay dhaqaale kaliya ay ku koobnaato waxaan diidanayna waa base military midna waa qaabkii heshiisku dhacay weeyaan Soomaalidu waxa tiraada waxaan waa Itoobiya di dhaqaalahan xitaa la galiyo in gudi loo saaro aqoonyahana loo yiro loo saaro wada hadalku u socdo wasiiradu wada hadlaan technical loo wada marka hore loo wada hadlo dadku ka war helaan si ballaaran oo la og yahay looga hadlo heshiiska ka ganacsi laftiisa oo waqti fiican la siiyo kaasina waa sawta madaragtay aan u dhaliilaya madaragtay hal one day heshiis ka dhana inta laga taariikhdu wax ka bedelay geeska recording wadii lagu galo labada qodob aan ugu sheegay hadalkii gooray ku jirtay meel ay labada hadal iska soo horjeedaan nambar jirtan qabaanigu wana clear and suuasha labaad ee Soomaaliya Soomaaliya baarlamaanka ku murk fadhiistay ka Soomaaliya baarlamaanka soo fadhiistay qaraar baan soo saarnay aan ugu jawaabnayo gol ahaan aan ugu jawaabnay and hadii maanta dhan Soomaaliya la caayo halkan deey la miiso deeb la yiraahdaan waxa la wax soo kordhisa ma jirto waayo anigu mid baan filayay waxa filayay Soomaaliya waa dalka ay rumaynayeen inay xurriyadii kala soo noqono inay inala dagaalamaano is fursad kasto aqoonsi ino dhaweeyaysa ay diideen waa wax la filay inaguna inaynu fursad kasta oo aynu kaga baxsan karno gacanteena solada gashay aan kaga bixi karno inaan ka shaqeyno iyadoo wax la filay anu markaa waxan qaba mar horan waa sheegay reer Soomaaliland in lagu go'aan qaatay sababta loo buunbuunayo arka Soomaaliyeed sheegay waxa la rabaa in hadii xamar ay xamar baad diido calawgeene aynu mar daray duuduub kulliqna weeyaan macnaheedu mar daray duuduub kulliqno aniga xamar baxan kulay halkaas ka dhig inagu jamhuuriyad baan nahay dal baan nahay shalay toole dalka duun shanta Soomaaliyeed ee dowladooda dhismaa ayaynu muddo kooban dowlad ka wanaagsan oo maadaragtay anoo inta dunida kale waxaan oran karaa Mareykanka uun baynu saambalahan systemka aynu dhisanay iyo ujeedooyinkii ahdaafkeenu dalka ka lahayn awu eegaayeen marka dimuqraasiyashanka dadkeenu inay dowlad inagu aan abuurnay oo gunteena ka timid ay ahayd sidaas oo kale waxaan qabaa in aynu dawladnimadeena iyo heshiisyadeena iyo arrimaheena sidii saliba DB wall aynu rogal cisheeda inkasta oo cabsidii aan DB wall ka qaaday ay tan cabsii ugu abuurtay oo waxa leedii ma aragtay in culku gal cabsii ku reeb ilaa maanta anagoo baarlamaanka iyo runbaridi sheegaya heshiiska DB wall lama hayo cid hayso oo ku sheegi kartaan ma jiro memorandum of understanding oo lagu soo qoray brochures ba guli hore laga siiyay ilaa maanta markaanu la xisaabtamayna miisaaniyada lacagii lagu heshiiyay la shaqo laga sheegay qaar kood baan miisaaniyada qaranka maanta noorta aan ku jirin walaal lacagteedu meel marta ma naqaano dekedda berbermay qasaartay mise way faa'iideen ma naqaano heshiiska sababta aan u lahayn war degdeg ah laga daayina waxaan rabaa dadkaygu inay macaasheen iyo inay khasaareen in qof waliba uu ogaado oo aynaan si xisbiya aynaan u eegin arintan oo kalena waxa la yiraahdaa waa arin qaran baa la yiraahdaa damiir baa la yiraahdaa damiirka lagu eega marka Soomaaliya hadan laga dhigo maadaragtay waxa ugu weyn ee factorka ugu weyn ee ku go'aan qaadanayno waxay noqonaysaa mid daray duuduub ku liqbayna qoray saacad ugu inaa diidaa inuu saxab ku garacno taan diidayay waa taa weeyii qabaad su'aashu ugu dambeysay inuu imaato aan wuxuu yiraahdaa qoyaanka ma madaxweynaha ayaa diidan heshiiska u galay heshiisku wuu cad yahay buu iyo waa clear buu dadka halkan ku jira xildhibaanada sharafta leh kamid yihiin aqoonyahanka halka ku jira kamid yihiin iyo Twitter space kan cidii hoosareysay dhamaantiin waxaad sheegaysaan inaanan wax heshiis oo la hayaan jirin bay noognahay ee imamarada president ka inaanayn sharciyana waxa la yiraa safkaradku baahdan ma aha dunida oo wax la fuliyo maaha heshiiskii muddo bilaa lagu fuliyay bishii way dhamaatay
waniga caaw hor dhac ku sheegay iri warba soo baxay shirkadooda loo sheegay heshiiska wala keenaya ayaan warka ku hayna si hor dhac aan idii aan warka idii ku sheegay uu laakiin waqti uu imanayo iyo goor uu imanayo ma hayo salaay soo sheegay marka heshiiska oo ngartay xadoonaya time ka yar dheer waxa raba xildhibaanada kale inaan abiba u siiyo heshiisku ma cadda anaguna wax aad ma hayno laakiin hadalka madaxweynaha iyo xukuumadda Itoobiya contradiction badan baa ku jiray waxa keenaya waa taa weeyaan walaal aad iyo aad u mahadsantiin